اهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات اطبخ مع امو. النهاردة هنعمل مع بعض الميت لوف او قالب اللحم. اول حاجة بنجيب بصلاية كبيرة بنقطعها صغير وبنقليها في شوية زيت صغيرين لحد ما يبقى لونها. بنحتاج كيلو لحمة مفرومة، بنحط معلقة صغيرة ملح ونص معلقة فلفل اسود وربع معلقة قرفة وبشر جوزة الطيب. بنحتاج 4 قطع توست بنقطعهم وبنحط عليهم 1 كوباية لبن وبننقعهم شوية. على اللحمة بنحط معلقة صغيرة مستردة ومعلقة صغيرة هوت صوص. بنحط بعد كده البصل، فصين توم مقطعين صغير وبيضة كاملة. بنعجن الخليط وبنحط عليه العيش اللي احنا نقعناه وبنرجع نعجن كل حاجة مع بعضها تاني. بنجيب صينية فرن بنرش عليها زيت او ندهنها زيت وبنحط فيها اللحمة وبنشكلها على شكل قالب. بنجهز خليط التلميع، 3 معالق كاتشب ومعلقة صويا صوص ومعلقة عسل اسود، وبنحط نص معلقة صغيرة مستردة ونقلبهم كويس وبنلمع بيها اللحم وبندخلها الفرن نص ساعة ونرجع نلمعها تاني. ندخلها الفرن تاني نص ساعة وخلاص. وبالهنا والشفا. ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب ورمضان كريم.